بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أذكركم بأن الدروس، قلنا في البداية الدروس متسلسلة، فلقد بدأنا بعلوم القرآن، والدروس يعني السابقة كانت حول تعريف القرآن الكريم، ونحن ما زلنا بصدد يعني تعريف القرآن الكريم. عرفنا القرآن الكريم في البداية لغة واصطلاحا، ثم عملنا على توضيح بعض المعاني التي وردت في التعريف الاصطلاحي للقرآن الكريم، ونحن ما زلنا بصدد تبيان هذه المعاني. أذكركم بالتعريف الاصطلاحي للقرآن الكريم، قلنا القرآن الكريم هو كلام الله المعجز الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا المتعبد بتلاوته، والذي وصل إلينا بالتواتر المحفوظ بين دفتي المصحف الشريف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. فلقد بينا معنى الكريم وكذلك معنى كلام الله ومعنى المعجز لغة واصطلاحا ومن هو الروح الأمين، وكان فيديو خاص عن الوحي، قد يعني بينا الوحي لغة واصطلاحا وكذلك بعض المعاني التي وردت، بعض معاني الوحي التي وردت بالقرآن الكريم. أما الآن فسنعمل على يعني شرح المتعبد بتلاوته. المتعبد بتلاوته أي أن تلاوته مأجور عليها، وقد جعله الله تعالى قربة للناس يتعبدون بتلاوته سواء في الصلاة أو غيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويعطي الله تعالى هذا الثواب العظيم لقارئ القرآن تحفيزا له وترغيبا في قراءته وفهمه وتدبره والعمل بما جاء فيه، فهو الغاية من نزوله. إذن إذا قرأنا حرفا من القرآن الكريم فلنا 10 حسنات، يعني الحسنة الواحدة بعشر أمثالها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألف لام ميم، تقرأ ألف لام ميم فلك 30 حسنة. وجئتكم ببعض الأحاديث التي تبين فضل قارئ القرآن. قلنا فضل قارئ القرآن: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الحديث رواه الترمذي. وكذلك الحديث الآخر: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له أجران. يعني الذي يقرأ، الماهر بالقرآن، والماهر هو المتقن لتلاوة القرآن أو لحفظه، والسفرة الكرام هم الملائكة، الملائكة المكلفون بنسخ الوحي، بنسخ الوحي من اللوح المحفوظ. قال تعالى بسورة عبسة: بأيدي سفرة كرام بررة، الآية 15 و16. إذن قلنا الذي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه فله أجران. يتتعتع يعني بعض، يعني يقرأه بمشقة. وكذلك هناك الحديث الآخر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث رواه البخاري. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي عن يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، يعني من يسأل الله الرزق أو أي حاجة، فالله سبحانه وتعالى يعطي الذي يعني يشغله القرآن عن مسألة الله سبحانه وتعالى أكثر مما يعطي الذي سأله عن مسألته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أكتفي.